من رئيس فريق الضامي مجلس النواب معروض على غرفة الجنايات الابتدائية، وكان بالمناسبة رئيس بلدية كيفوه، معروض على غرفة الجنايات الابتدائية، دُرج في عدة جلسات آخر وتغيير فيها يعني بالأمر بدعوى تكليفه بمهمة الخارج المغربي. منشط القيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد إحدى الركائز الجوهرية لبناء النموذج التنموي الجديد. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. يتابع الرأي العام الوطني باهتمام شديد القضايا والملفات التي تثار على مستوى محاسبة ومتابعة المتورطين في قضايا فساد من مسؤولين ومنتخبين، إذ تلقى هذه الخطوات تأييدا واسعا بل ومطالب بالمزيد من الحزم والصرامة في التعاطي مع الموضوع لحماية البلد من غول الفساد التي ليكبدها خسارة تقدر ب 5% من الناتج الداخلي سنويا. ولازالت قضية محمد مبديع تنتج معطيات جديدة، حيث أن عناصر الفرقة الوطنية مستمرة في البحث والنبش والتحقيق في عدد من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد داخل بعض المرافق العمومية التي كان يشرف عليها كرئيس للمجلس الجماعي الفقيه بن صالح، والذي كان يرأسه أيضا باعتباره وزيرا وبرلمانيا، ومن بينها شبهات فساد في ملف القرية الحرفية بالفقيه بن صالح. هذه القرية الحرفية حسب ما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي أريد لها أن تكون نموذجية، يعني تجمع الحرفيين الفقيه بن صالح من مختلف الحرف، نجارة، ميكانيك، صناعة تقليدية إلى آخره، على ضوء اتفاقية شراكة جمعت ممثلي الحرفيين وجمعت الفقيه بن صالح في عهد رئيسها الوزير المعتقل محمد مبديع ومتدخلين آخرين. رئيس الجمعية محمد الغلوسي أضاف وأن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت المستور في هذا الملف الذي فاحت منه رائحة فساد ورشاوة أزكمت كما يقول الأنوف وستضيح بمسؤولين كبار استفادوا من هذه الغنيمة كما استفادوا من غنائم كثيرة واغتنوا بشكل فاحش وتركوا مدينة الفقيه بن صالح يواجه شبابها خطر الهجرة عبر قوارب الموت وضلة التنمية الغائب الأكبر عن الإقليم وحضر مكانها الفقر وتدني الخدمات العمومية وتدهور البنيات التحتية كما يقول محمد الغلوسي. احنا منتخبين واحد العدد ديال المنتخبين المسؤولين في هذا الجهة، ملي كتسمعوهم كيهضروا كتقول قلبهم على الوطن وعلى البلاد، إنما يستعملون الوطنية لمراكمة الأباح ومراكمة الضروة، إنهم يشكلون خطر على الوطن، لذلك يجب أن يكفوا عن الحديث عن الوطن والمصلحة العليا للوطن. هؤلاء مجموعة منهم راكبوا طروات مشوها على المغرب اليوم أمام مفترق طرق، يا إما أن يقطع مع الفساد والرشوة والإفلاس والعقاب، يا إما وهذا عدم القطع مع الفساد والرشوة واستمرار كذا، الشعب محمد مبيع يترأس للمؤسسة واللجنة، ما كانش غادي نتعقبوا لا راه ماشي مشكل، لا شوفوا الجرعة والشجاعة في وصلات، ومنين جات هاد الجرعة والشجاعة؟ راه جاتو هاد الجرعة والشجاعة لأنه كاين سيادة الإفلات والعقاب، ولذلك بكل جرعة وبكل وقاحة ترشح باش يمكن المغاربة في واحد المؤسسة اللي غيدوز منها قوانين ديال حقوق الإنسان ديال حقوق المرأة، غيدوز منها الميزانية ديال هذيك الوزارة الثانية، غيلقى راس واحد النهار جالس مع رئيس المنتدب اللي مجلس على السلطة القضائية، غيلقى راسو جالس حدا وزير العدل، غيلقى راسو رئيس الحكومة، هذه راه معضلة كبيرة في البلاد، نخليو في مصرية ونصوص المال العام يتحمل المسؤولية العمومية، راه مشكل كبير في البلاد. إذا كنت لم تشارك في القناة وتضغط على زر الإعجاب فهذه هي المناسبة لفعل ذلك، فمرحبا بكم جميعا. كان اعتقال النائب ووزير الوظيفة العمومية السابق محمد مبديع على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بشبهات فساد وتبديل أموال عمومية واستغلال النفوذ كان فاتحة لإعادة النقاش العمومي حول قضايا الفساد كبرى أبطالها شخصيات
عمومية تجاوزت محمد مبديع رئيس بلدية المنطقة أو منطقة الفقيه بن صالح والقيادي البارز في حزب الحركة الشعبية. في قضية مبديع الذي أحيل على قاضي التحقيق وفي حالة اعتقال بعد سنوات من التحقيقات المعمقة التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على خلاصات تقارير التفتيش والافتحاص التي خضعت لها بلدية الفقيه بن صالح والتي ترأسها منذ 1997 إلى حين اعتقاله، رصدت تقارير التفتيش اختلالات خطيرة تم تكييفها كجرائم تتعلق باختلاف واختلاس وتبرير أموال عامة والمساهمة في التزوير في محرر رسمي والارتشاء واستغلال النفوذ. من خلال الملفات التي باشرتها النيابة العامة نجد عدد من رؤساء البلديات على غرار مبديع يكونون شبكة أخطبوطية تضم مقاولين ومسؤولين كبار بعدد من المصالح العمومية، منهم موظفون سامون استطاعوا ضمن الامتيازات العينية والمالية أن يكونوا ثروة وحسابات بنكية ضخمة، واستطاع كبار المقاولين أيضا من خلال تلك الشبكة الفوز بالصفقات والمشاريع في أوج الانتعاش الذي عرفته عدد من المدن الكبرى منها فاس والدار البيضاء وغيرها من المدن. ويتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة ارتفاعا في وتيرة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الإدارية لمباشرة عزل الرؤساء الذين ثبت من خلال تقارير المفتشية العامة ارتكابهم خروقات في التسيير وفي التعمير ومنح الرخص، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي صدرت عن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت لعمال والإدارة الترابية. ولهذا فالتعاون بين الهيئات، هيئات حماية الماء العالي العام ورئاسة النيابة العامة، من شأنه أن يسرع العديد من القضايا والملفات العالقة في هذا الشأن. ولقد نجح رؤساء جماعات في تعبئة موارد مالية استثنائية مكنتهم من إطلاق مشاريع كبرى سمحت بهامش ربح كبير حصلت عليه دائرة ضيقة من الشركات، ورصدت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ونظيرتها بوزارة المالية بصمات بعض شركات الأشغال الكبرى المتخصصة في التهيئة والطرقات ويوجد مقرها بسلا في ملفات فساد من الفقيه بن صالح، فاس على عهد شباط وسلا على عهد الأزرق وبعض مدن الشمال. مبديع ليس حالة خاصة، بل يمكن إسقاط حالته على عدد كبير من رؤساء الجماعات والبلديات الذين يفضلون مصالحهم الخاصة قبل الصالح العام. بغض بعض رجال الأعمال يتحدثون عن ابتلاع شركات لتتجاوز أصابع اليد ما يقارب 240 مليار سنتيم في بين 2003 و 2009 وما يناهز 500 مليار خلال الولاية الانتدابية 2009-2015، وهذا رقم كبير. وتم الاتفاق بين الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ورئاسة النيابة العامة في على استراتيجية جديدة لتسريع وتيرة التفاعل مع الشكايات التي تواجهها الهيئات المدنية في قضايا وملفات فساد تقف عليها في إطار القيام بأدوارها في هذا الملف والتنسيق المباشر في المستقبل بشأن أي ملف أو شكاية تضعها الأخيرة أمام القضاء من أجل متابعتها وتسريع عملية البحث، وذلك من أجل تفادي ما سماه الجمود الذي لازم العشرات من الملفات والقضايا في مختلف المحاكم الابتدائية والاستئنافية. هناك كذلك برلمان من الاتحاد الاشتراكي بفاس تم مؤخرا فتح تحقيق معه حول بعض الصفقات المشبوهة، كما أن هناك شبهات أيضا حول برلمان اتحادي طفت على السطح بعد سقوط بارو المخدرات الجديدة والذي دخل الإنعاش بمجرد شعوره باقتراب سيف القضاء من عنقه. وكانت الداخلية قد وجهت إليه استفسارا بخصوص اختلالات رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذلك وجوده في وضعية تضارب مصالح، لأنه يملك شركة
رفقة صاحب شركة أوزون التي فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، كما توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف متكامل حول اختلالات التي شابت الصفقة وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة. ونذهب في اتجاه الجنوب بعدما أثار محمد أبو درار عضو مجلس جهة قلميم ودنون مآل شكايته المودعة لدى قسم جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش ضد رئيسة مجلس الجهة مباركة بعيدة التي سبق ورفعها قبل شهرين بتهم تتعلق بتبدير أموال عمومية وإصدار عقود وهمية وصرف اعتمادات دون تبرير وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس. وأشار أبو درار إلى أن الشكاية التي وضعها ضد رئاسة المجلس مجلس جهة قلميم ودنون ليست مجرد شكاية عادية، بل هي معززة بصور لوثائق وإثباتات صادرة عن المجلس نفسه. فالأهم هو تجفيف منابع الفساد حاليا وتوسيع دائرة المتابعة والمحاسبة دون الالتفات إلى من هو الفاسد والجهة التي تحميه، وأيضا حماية المبلغين عن الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب الذي يسم العديد من الملفات ذات الصلة بنهب المال العام. كون قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل البلد بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ الأعمال يضمن لهم حقوقهم. وهذا ما رأيناه بعدما أصدرت استئنافية فاس قرارا بإنهاء التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية محمد أبرشان المتابع باستغلال النفوذ وإنشاء مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والبناء فوق ملك من الأملاك العامة. هناك إشادة بالدينامية التي يعرفها ملف مكافحة الفساد في المرحلة الراهنة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمغاربة وتطبيق الإصلاح بالمحاسبة والمعاقبة. البت في قضية رئيس جماعة بوزنيق المعزول محمد كريم عن حزب الاستقلال داخل أجل معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي. الجمعية أكدت أنه تمت إحالة قضية على هذه المحكمة وفتح لها ملف لإعادة محاكمة كريما من جديد بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوف التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية. أخيرا نشدد على أن تجفيف منابع الفساد أصبح ضرورة ملحة وحيوية ومستعجلة أيضا لأكثر من وقت، تهم الوطن والمواطن وتحمي ثرواته وتحمي أيضا سمعته. فالفساد بكل تشعباته يفوت على المغرب الكثير من الفرص لتحقيق التنمية وأوراشها، ويتسبب في تقويض سلطة القانون والمؤسسات. والانتباه أيضا إلى أن القضايا والملفات التي يتم عرضها في الآونة الأخيرة خطوة لمحاصرة هذه الظاهرة من خلال محاسبة المتورطين دون تمييز لمكانتهم وعلاقاتهم أيضا. إلى اللقاء.